مرحبا حضراتكم كل مشاهدي قناه تي في في كل مكان حلقه جديده من حلقات برنامجكم بستان العقيده واللي بنتأمل فيها وبنفسر وبنشرح وبنتكلم في كتاب تجسد الكلمه للبابا اثناسيوس الرسولي هي على مدار 17 فصل يعني باركنا فيهم سيدنا وشرح لنا فيهم النهارده معاكم هنكون في الفصل ال 18 وبنقف واحنا بنتأمل وبنقف واحنا بنشكر الله الكلمه المتجسد الساد المسيح الله الكلمة اللي مشي على المية اللي أخرج الشياطين اللي أشبع الجياع اللي أكبر أو جبر خاطر المكسورين وفك المأسورين وأخرج الشياطين أعمال كتير ومعجزات كتير عملها السيد المسيح كلها بتدل على ألوهيته كلها بتدل على قدرته لكن كتير من الأمور اللي يمكن أكبر من استيعاب عقلنا البشري معاكم النهاردة في الفصل ال 18 لكن كان متبقي لنا جزء بسيط كده من الفصل ال 17 هيباركنا ويشرحونا نيافة الحبر الجليل الأنبى رفقية الأسقف عام كنائس وسط القاهرة أهلا بيك سيدنا أهلا بيك, أهلا بيك. أهلا بيك. اسمح لنا معاك ناخد الجزء اللي كان متبقي من الفصل اللي فات نكمل النهاردة ال 18 الفقرة اللي كانت متبقية لينا بتقول ورغم وجوده في كل الأشياء إلا أنه لم يستمد منها شيئا بل بالعكس في أن كل الأشياء تستمد منه الحياة وتعتمد عليه في بقائها زي السيد المسيح ومن خلال الفقرة دي وشرح البابا أثناسيوس إدى كل حاجة وهو اللي خلق كل حاجة لكن ما أخدش منها ولا حاجة وطبعا هنا القول ده بي يختص بوجود الله الكلمة منذ مم. الأزل وكنا الحلقة الفاتت قلنا إن هو موجود في كل الأشياء لكنه متميز عنها مم. يعني ما نقدرش نقول عشان هو موجود في المواد يبقى المواد فيها الألوها لكن هو موجود لكنه متميز عنها فبيكمل هنا بيقول برغم وجوده في كل الأشياء إلا أنه لم يستمد منها شيئا يعني مثلا إحنا موجودين في الأرض بنستمد حياتنا من عناصر الطبيعة اللي موجودة في الأرض الهواء لو مفيش هواء هنموت م. والمية لو مفيش مية هنموت والحرارة يعني الشمس بتدينا طاقة الأكل النباتات إلى أخره فإحنا بنستمد حياتنا أيضا من أشياء خلقها الله صحيح. أما الله فهو كائن في كل شيء لكنه مش محتاج حاجة بدليل أنه كان موجود كائن قبل الخليقة، فهو مش محتاج الخليقة. مم. بالعكس بقى يقول كل الأشياء تستمد منه الحياة وتعتمد عليه في بقائها. الله هو مصدر الحياة هو مصدر الجمال اللي موجود في الطبيعة. وبقائها مرهون بإن الله يريد. يعني لو الله أراد في لحظة إن ينهي الكون هينهيه لأنها طبع. باقي هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. مم. احنا بنستمد مقومات الحياه من الاشياء لكن الله بيعطي الله هو اللي الأشياء. يعطي الاشياء دي النعمه بتاعتها اكيد فعشان كده هو موجود في كل الاشياء لكنه مش محتاج لها حتى بنقول في القداس خلقتني انسانا كمحب للبشر لم تكن انت محتاجا الى عبوديتي بل انا المحتاج الى ربوبيت. ربوبيتك م. فنفس الكلام بيتقال على البشر يتقال على كل الخليقه اكيد طيب نقرا مع بعض الجزء الاخير اللي كان متبقي لنا من الفصل السبعتاشر بيقول لانه ان كانت الشمس التي خلقها هو والتي نراها وهي تدور في السماء لا تتدنس عندما تلمس اشعتها الاجسام الارضيه ولا تفقد نورها بسبب ظلمة هذه الأجسام لكنها بالعكس تنيرها وتطهرها أيضا فبالأولى جدا كل كلمة الله كل القداسة خالق الشمس وربها لا يتدنس بمجيئه في الجسد بل بالعكس فلكونه عديم الفساد فقد أحيا الجسد المائت وطهره فهو الذي كتب عنه الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر يا سيدنا التشبيه ده جميل جدا الشمس لما بتشرق بتبعث أشعتها لكل الكون اللي حواليها بتيجي على الأرض طبعا ممكن الأشعة دي تنزل على كون من الزبالة لا يمكن نقول أن الشمس تدنست لأنها لمست الأرض أو لمست الزبالة بل بالعكس هي بتعطي ضوء يعني إحنا نفسنا أجسام معتمة لو ما فيش نور دلوقتي محدش يشوفني أنا مش منور لكن النور بتاع اللمبه ده بينعكس فيا فيخلي وشي واضح ومنور. فنفس الحكايه الشمس لما بتلقي بضوءها على الاجسام المظلمه بتنورها. م. نقدر نشوف المباني والعربيات والناس اللي هي في الضلمه مش ممكن نشوفها. ف وفي نفس الوقت حاجتين هنا بتلقي بنورها في الاجسام المظلمه تنير والحراره بتاعتها تخلي الاجسام المتلوثه تتطهر لان الحراره بتقتل الجراثيم عشان كده الناس بتحب تفتح الشبابيك تدخل الشمس عشان تنور وتطهر طب هل الشمس تلوثت او نورها قل طبعا لا ما حصلش فقال زي بالظبط ابن الله لما جه على الارض قدس ولم يتنجس نور ولم ينقص نوره دي ردًا على مين ان في بعض الناس يقول لك ازاي الله يجي ويمس جسد ده جسد ده نجس طبعا احنا في ايماننا المسيح الجسد مش نجس كون الله يتجسد مش معناها ان هو قل لان الجسد قيمته عاليه بل بالعكس هو اعطى كرامه زياده للطبيعه البشريه والجسد على وجه الخصوص وللماده عموما مم. فلما يجي واحد يظن ان كون الله يمشي على الارض دي اهانه لله نقول الله لا يهان كونه يلبس جسد دي معناها الله مقامه أقل الله لا يقل في مقامه هو عمل العكس أعطى كرامة للجسد وأعطى كرامة للمادة وأعطى كرامة للأرض عشان كده قال زي ما الشمس لا تتلوث هكذا أيضا كلمة الله كلي القداسة خالق الشمس وربها لحسن الناس تفكر ان احنا بناخد الشمس كنموذج كان هي الله، لا هذا هي بس مجرد وسيلة إضاءة آه. لا يتدنس بمجيئه في الجسد، بل بالعكس هو عديم الفساد. وبالمرة لازم نفهم إن في ناس بيقولوا إن المسيح لما تجسد كان يحمل الفساد، لا هو عديم الفساد. أحيا الجسد المائت وطهره. إحنا عندنا في القوانين بتاعتنا دايماً بقول التشبيه ده، لو طبق فاكهة كله جديد وجميل من اجود انواع الفواكه لكن لو حطينا في, في وسط في وسطه فاكهه ثمره معطبه هتبوظ الطبق كله تبوظ القفص كل. كله تنقل الفساد اه لكن مم. بالنسبه لله هو العكس يعني لا يمكن مثلا عندنا طبق فاكهه بايظ نحط له برتقانه سليمه فيبقى كويس مم. ده اللي هيحصل ان السليمه هي اللي هتبوظ البشر لو انا ابني ولد محترم ومؤدب سبته في وسط مجموعه من الاشرار هيلوثوه بالشر المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق, تفسد الجي الأخلاق الجيده م. الله بالعكس الحاجه الفاسده ياتي بها الى عدم الفساد والمريض ياتي به الى الشفاء صحيح عشان كده لما جه ابن الله تجسد لا يصيب اي ضرر او نقصان لكن بالعكس هو بيعمل كرامه للخليقه التي خلقها واتحد به عشان كده بنقوله في القداس بركت طبيعتي فيك لكن هو لا يقل ولا يتغير لا ينقص ولا يفسد لكن بيعطي كرامه ولا يزيد لان هو طبعا لا نهائي اكيد اكيد طيب سيدنا ندخل مع في الفصل ال 18 والحقيقه مش بس السيد المسيح او الكلمه اعطى كرامه للجسد لكن تساؤلات كثير جدا عن قدره الكلمه على الشفاء وعلى اخراج الشياطين ويمكن البعض في ايمانه او في عدم ايمانه طب ما لو هو الكلمه لو هو الله ما يمكن بيعمل المعجزات دي بقوه الله مش هو الله فهنا الفرق واللبس ده محتاجين طبعا من نفتك توضحه لنا النهارده الفقره اللي معانا الاولى النهارده في الفصل 18 بتقول عندما يتحدث الكتاب الموحى اليهم عنه انه ياكل ويشرب وانه ولد فانهم يقصدون ان الجسد كجسد ولد واقتات بالطعام المناسب لطبيعته اما الله الكلمه نفسه الذي كان متحدًا بالجسد فانه يضبط كل الاشياء وكل اعماله التي عملها وهو في الجسد تظهر انه لم يكن انسانا بل كان الله الكلمه واما هذه الامور فانها تذكر عنه لان الجسد الذي الذي اكل وولد وتألم لم يكن جسد احد اخر بل كان جسد الرب نفسه ولانه صار انسانا كان من المناسب ان تقال عنه هذه الامور كانسان حتى يتبين انه اخذ جسدا حقيقيا لا خياليا اعتقد الفقره دي محتاجين نوضح الفرق بين الاثنين اتفضل الفقره دي مهمه جدا أوه. لانها بتشرح التجسد تمام أه المسيح هو الله صار انسانا بالحقيقه مم. هو نفسه الله بانسان نقول في التسبيح لم يزل إلها اتى وصار ابن بشر لكن هو الاله الحقيقي الناس لما شافوا المسيح كانسان بياكل ويشرب والكتاب المقدس وصف وصف ميلاده ونموه واعماله الانسانيه ظنوا انه انسان عادي فلما هو انسان عادي ده بيعمل معجزات قالوا زي الانبياء بيستمد قوتهم من اخر وهو الله في تفسير اخر قالوا ايه لا ده هو الله وكان معاه واحد انسان اسمه يسوع وكان يستعين به في الاعمال البشريه التفسيرين دول تفاسير غلط بتاعه الهراطق لكن اللي بيقوله القديس اثناسيوس هو الحقيقه الالهيه التي اعلنت في الكتاب المقدس والكنيسه امنت بيها منذ البدايه والى اليوم ان اللي ماشي على الارض هو الله بعينه والجسد اللي ماشي بيه جسده الخاص اللي أخده من العذراء مش مستلفه من واحد تاني اسمه يسوع احنا بنؤمن أن اللوغوس هو يسوع بعينه مش اللوغوس صاحب على علي واحد اسمه يسوع اللوغوس هو يسوع المولود من العذراء مريم ابن الله هو بعينه ابن البشر الملاك لما اتكلم مع العذراء قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله هو بعينه القدوس المولود منك م. مش القدوس هيتصاحب على واحد مولود منك م. فاحنا عندنا تفسير هرطقيه اتقالت في العصور الاولى الكنيسه لم تقبلها تفسير أهركز تاني ان المسيح انسان عادي بيستعين بالله في معجزاته او ان هو الله لكنه ما عندوش جسد حقيقي بتاعه بيستعين بجسد بتاع واحد اخر اسمه يسوع يعني في البدعه دي حتى ما خلوش السيد المسيح يرتقي من وجهه نظر الهراطقه لمرتبه الانبياء لان هو برضو الناس بتقول طب ايه الفرق بين اللي احنا بنقوله ومعجزات اللي عملها السيد المسيح وبين الانبياء اللي الله اداهم النعمه دي انهم يعملوا معجزات انهم ممكن يقوموا موتى اه ما هو بيعتبروا المسيح كاحد الانبياء آم. يعني لما نقول ده اقام الموتى يقول لك طب ما هو إلي اقام موتى ليش اقام موتى ايه الغريب طبعا احنا بنقول لا في فرق بين أنا كرجل الله بصلي عشان ربنا يديني نعمة أقدر أعمل بيها حاجة؟ وإن واحد نفسه هو الله اللي ماشي بينا على الأرض. فهنا القديس أثناسيوس بيشرح بيقول عندما يتحدث الكتاب الموحى إليهم عن أنه يأكل ويشرب وأنه ولد بيتكلموا عن الجسد. بالظبط. لأن المسيح نفسه الواحد فيه الطبيعتين في اتحاد. الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في اتحاد كامل بدون فصل وبنوصف الاتحاد ده في القداس بغير اختلاط ولا, ولا امتزاج, امتزاج ولا تغيير ام. ونكمل نقول ولا تلاشي ولا تشويش ولا انفصال ولا استحالة يعني الاتحاد اتحاد كامل يسموه اتحاد أقنومي فهو لما يجي يقول أن المسيح أو ابن الله بياكل ويشرب وانه ولد من عذراء بيتكلم عن الشخص الواحد بس بيشاور على حته خاصه بالناسوت عامل زي لما اشعيا تنبا وقال لا لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا نعطى ابنا دي اللي هو ابن الله هيجي يعيش في وسطينا هيجي يعيش في وسطينا ازاي هتولد ولد يتولد من ام من عذراء يبقى يولد ولد بتشاور على نسوته نعطى ابنا بتشاور على الله والاثنين شخص واحد مم. اللي هو الولد هو بعينه ابن الله عشان كده لما يتكلم عن امور خاصه بالاعمال الجسديه هو بيتكلم عن ابن الله المتجسد بيقول يقصدون الجسد كجسد ولد واقتات بالطعام المناسب لطبيعته طبيعته الإنسانية زي ما إحنا بنقتات بالأكل لأن لو الواحد فينا قاعد من غير أكل يبتدي يهبط ويدبل وممكن يحصل له مشاكل صحية وممكن لو استمر ما بيأكلش أي ظروف يموت طبعا المسيح لما صام 40 يوم ما كانش كل يوم بصوم 40 يوم ما كانش كل العمر هو صام مرة 40 يوم علشان يبدأ خدمته وكان هنا زي ما ايليا صام وزي ما موسى صام وزي ما القديسين بيصوموا فترات طويله، صحيح الانسان العادي زينا ما يقدرش يواصل 40 يوم لكن في نعمه خاصه. المسيح هنا صام كانسان لان الله اصلا اللاهوت مش بياكل. اللي صام هو ايه؟ الجسد الانسان. آه. الإنسان. م. يقول اما الله الكلمه نفسه اللي هو اللغز بقى الذي كان متحدا بالجسد ده فإنه يضبط كل الأشياء يعني فيما هو بيصوم هو مازال بيضبط كل دي أخذناها المرة فاتت، يضبط كل الأشياء معناها ضابط الكل اللي بيقدر يدير الكون وهو موجود في الجسد كل أعماله التي عملها وهو في الجسد تظهر أنه لم يكن إنسانا بين عاديا عادية لأنه هو كان إنسان بس مش عادي هو كلمة الله لما أشوف أعماله أقول لا ده مش مش زينا حاجة حاجة عجيبة. طيب ليه لما هو مش زينا وحاجة عجيبة الكتاب المقدس يذكر بقى إن هو جاع وإنه تألم وإنه مات وإنه قام وإنه حزن وإنه زعل كل المشاعر الإنسانية, الإنسانية. العادية جدا أوه. ليه بيذكرها؟ قال هذه الأمور تذكر عنه م. لأن الجسد الذي أكل وولد وتألم لم يكن جسد أحد آخر هنا بيشاور على بدعة الحقيقة حاجة عجيبة أن البدعة دي طلعت بعد القديس أثناسيوس متنيح بحوالي مئة سنة طلعت بعديه اللي بدعة نستور نستور كان بطرك للقسطنطينية للأسف فسر غلط قال أن يسوع غير ابن الله وقال العذراء ما يصحش نسميها أم, أم الله نسميها أم يسوع أم المسيح وأن اللغز اتحد بيسوع اتحاد مصاحبة مش اتحاد اقنومي زي ما بنقول لا شخص اسمه لغس وشخص اخر اسمه يسوع دي كده الطبيعتين دي يعني بقى دي طبيعتين طبقتني. وشخصين, وشخصين اكتر آه. من طبيعتين اصعب من طبيعتين زي بالظبط ما انا رفائيل اه ليا اتحاد مع الله وشركه مع الله وماشي بقوته وماشي بنعمته وهو اللي بيرشدني وهو اللي بي... طب ما يبقى ايه فرق يسوع عني وايه فرق يسوع عن موسى وإلي فهو التفسير ده كان غلط هنا القديس أسناسيوس سبق قبلها بمئة سنة وقال لم يكن جسد أحد آخر بل كان جسد الرب نفسه جسده الخاص ولأنه صار إنسانا كان من المناسب أن تقال عنه هذه الأمور كإنسان حتى يتبين أنه أخذ جسدا حقيقيا لا خياليا برضو دي شوف النعمة اللي كان فيها القديس أسناسيوس بيرد بيها على بدعة أطاخي اللي جت بعده برضو. <applause> قبل ما يتكلموا عنه قال اوعى تفكروا ان المسيح اخذ جسد خيالي جسد خيالي يعني مثلا ايه الله في العهد القديم ظهر لموسى وظهر ليشوع بن نون وظهر لقدس وظهر في اتون النار مع الفتيه القديسين الجسد ده كان خيالي مم. حتى لو مسكوه كده مش ملموس حتى لو لمسوه لكن مش مولود من امراه بدليل تخلص الرؤيه يختفي مش موجود أوه. ظهر لابراهيم وقعد اكل معه على ومع ذلك كان جسد خيالي مش مولود من امراه. ظهر الملاك رافائيل مع طوبيا ومشي معاه مشوار طويل وراح جوزه ورجع وهو جسد خيالي. فقال اوعوا تفكروا ان السيد المسيح لما تجسد اخذ جسدا خياليا لكنه جسد حقيقي. عشان كده كان الانجيل قاصد يذكر اعماله الانسانيه. لأن يعني ممكن واحد دلوقتي يقول لي طب وليه بس يلخبطنا؟ احنا عارفين المسيح هو الله، ليه يقعد الانجيلي يركز على انه اكل، وانه تعب، وانه حزن، وانه مات؟ ما بي... ما... ما يذكرهاش. اقول له لا ده لو ما ذكرهاش كان هيدينا فرصه نغلط ونقول جسده دوت كان خيالي. مم. يكون في شك. يكون في شك في حقيقه ناسوته. طب احنا يهمنا ناسوته طبعا. لازم نفهم. ان عشان نخلص لابد ان واحد يموت مكاننا الواحد ده لازم يكون لا نهائي عشان الموته بتاعته تبقى ليها قيمه لا نهائيه قيمه لا نهائيه عشان تغطي على كل خطايا البشر في كل الاجيال لان اجره الخطيه واحده موت انا شخصيا عملت ملايين الخطايا ما كانش ينفع ربنا يرجع ويسامح في الخطايا دي لان السؤال ده ناس كتير قوي سيدنا بتبعت بكلمه منه وما كانش في داعي لكل ده المسامحه مش هتعالج المشكله أو. لازم اجره الخطيه موت بدون سفك دم لا تحصل مغفره م. فكل خطيه بيعملها كل انسان تستاهل موت تخيلي ملايين ملايين البشر اضربيهم في ملايين الخطايا اللي بنفعلها كل واحد م. كل ده محتاج موتات فموتة واحدة من المسيح تكفي كل ده لأنه لا نهائي كفارة الجنة. طيب المسيح اللانهائي ما بيموتش مم. هو امورتال بالانجليزي او أثاناتوس باليوناني والافتي يعني غير قابل للموت فأخذ جسد قابل للموت زي بتاعنا بالظبط ما عدا الخطية عشان يدوق به الموت نيابة عن كل البشر مم. وكل واحد النهارده بيغلط لما بروح اعترف مش معناها ربنا خلاص يسامحني كده او أنت ومجانا ده بيسامحني عشان الثمن الدفع قبل كده اللي هو دم المسيح فيصير لي الغفران بدم اللي هي كلمة كفارة الخطيانة وانه شفيع لينا بدم شفيع لينا معناها خطيتي تتغفر سبب دمه اللي تسافك طيب لو انا جيت شككت في ان المسيح هو الله فيصير الموت بتاعه ملوش قيمة خلاصية لان اي حد ممكن يستشهد ويموت ويدبح لما بطرس صلبوه هل هو مخلص العالم؟ لا طبعا اندراوس صلبوه هل هو مخلص العالم؟ لا طبعا ماري جرجس مات سبع ميتات كل مره ربنا يقومه موت تاني قعد مش عارف كم سنه يتعذب وسبعين ملك اشتركوا في عذابه هل الموت بتاعه له قيمه خلاصيه؟ لا طب لو انا شككت في الوهيه المسيح يصير الموت بتاعه ملوش قيمه خلاصيه طيب العكس بقى لو انا امنت بأنه هو الله وشككت في انه عنده جسد حقيقي يبقى الموته ما حصلتش م. كل الصليب دوت عباره عن تمثيليه لكن ما حصلش ان حد مات يبقى ما زالت خطايانا باقي علينا م. عشان كده الكنيسه كانت دايما حريصه تاكد ان المسيح هو الله بالحقيقه وانه مساوي للاف الجوهر مش اقل منه عشان يقدر يخلصنا وأنه هو إنسان بالحقيقة ويسوينا تماما ما عدا الخطية فقط علشان يقدر يخلصنا ولهوته لم يفارق نسوته زي ما لم يفارق في حتى لحظة الموت علشان يبقى الموت ده قيمة هنا بقى القديس أساناسيس بيقول هو بيعمل أعمال تبين ألوهيته ويعمل أعمال تبين إنسانيته عشان نؤمن أنه جسد حقيقي لا خيالي فكل جملة ليفتك شرحتها أنا شخصيا سرحانة بس فيها أه. وبتخيل النعمة الخاصة اللي أخذها البابا أثناسيوس أنه يشوف الكلام ده ويرد عليه قبل ما يطلع وقبل الهرطقة ما تكون بمئات السنة أو بمئة سنة العجيبة هي بقى أن القديس أثناسيوس كتب الكتاب ده وهو في العشرينات من عمره شوف إحنا بقالنا قد إيه بنقتر فيه كل علماء اللاهوت في كل العالم المسيحي يدرسوا هذا الكتاب وصار مرجع يعني نمره اثنين بعد الكتاب المقدس من كتر الجمال اللي فيه والدقه جداً, جدا والروح النبويه اللي فيه هو حتى البدع اللي حصلت بعده كان ردد عليها في تجسد الكتاب. وكل كلمه في الكتاب يعني عشان كده انا يعني بدعو الساده المشاهدين يا ريت اللي يقدر انه يكون مقتني الكتاب ويقرا معانا في الفصل اللي سيدنا بيشرحه لنا ده اكيد يكون افضل وبنوه برضه ان حضراتكم اي استفسار من خلال الفصل اللي احنا بنشرحه دونوه عندكم واكتبوه لان قريب هيكون في حلقه نستقبل فيها كل اسئلتكم حول الفصول اللي تم شرحها في الكتاب، معانا مدام مجدة من الشرقيه اهلا بيكي. كنت عايزه اسال عن بالنسبه لتناول جسد ربنا انا ايماني بيقول ان ده جسد لاهوت ونسول كنت بتكلم مع حد فبيقول لي لا لاهوت ازاي لو كان كده يبقى احنا اليها بقى فانا ايماني ان ان تناول ده جسد ودم فيه لاهوت ونسول <applause> فانا ايماني صح ولا اللي هو بيقوله صح لا ان انت ايمانك صح بصي احنا بنؤمن ان احنا بنتحد بجسد المسيح وابونا اثناء قبل التناول بيقول في الاعتراف هذا هو الجسد الذي اخذه ابنك الوحيد من العذراء مريم وجعله واحدا مع لاهوت وبيتقال في نفس الاعتراف ان لاهوت لم يفارق ناسوت أيه. اذا نحن نتحد بجسد اوريدي الجسد ده متحد باللاهوت صحيح لو احنا تناولنا جسد ما فيهوش لاهوت ايه قيمته؟ ايه قيمته؟ يبقى احنا بناكل لحوم بشر. لكن لما اكل جسد متحدا باللاهوت يصير له قيمه خلاصيه ونتحد بالمسيح فعلا. وايه علاقه ده سيدنا بان احنا نكون الهه يعني اللي بيقولها كده ده الجزء يعني. الثاني بقى من السؤال آه. لا هو انا لو اكلت رغيف سخن ابقى بيت انا نار؟ لا طب طب لما اكل خبز متحد باللاهوت بقيت انا لاهوت؟ <applause> فانا باكل رغيف سخن الحراره بتاعته تسري في جسدي لكن انا ما بقتش نار <applause> باكل رغيف متحد باللاهوت فلاهوت بيملاني لكن ما بقتش انا لاهوت <applause> عشان كده اسمنا شركاء الطبيعه الالهيه لكن احنا ما بقيناش الهه بالمعنى ان احنا نبقى خالقين وغير محدودين وضابطين للكل و... ونعرف الغيب وما نغلطش لا احنا ما زلنا بشر بيدينا النعمه وبيدينا الغفران آه آه يعطى عنا خلاصا آه. وغفران الخطايا وحياه ابديه لمن يتناول منها النعم دول في التناول يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياه ابديه م. لكن ما نتحولش الى الهه بالمعنى الالوهه بتاعت الله بنبقى شركاء الطبيعه الالهيه لكننا ما نبقاش الهه بالمعنى الحرفي ويا رب من مش كل حد هيشرح لنا حاجه او يشككنا في ايماننا نسيب نفسنا للتفكير نسال آه نسال آه ابانا آه كويس انها نعم. سالته وفي نفس طبعاً. الوقت برضو الاخ اللي قال كده جايز يكون هو ده فكره جابه كده ارجو يكون هو كمان سامع احنا مش بنقول ان انت غلطان ولا انت هرتوكي لكن فهمت حته غلط طبعاً. يجب ان انت تفهمها صح اكيد طيب سيدنا نقرا الفقره الثانيه بتقول وكما انه بواسطه هذه الامور عرف حضوره جسديا كذلك بواسطه الاعمال التي عملها في الجسد اعلن نفسه انه ابن الله لهذا نراه ينادي اليهود غير المؤمنين قائلا ان كنت لست اعمل اعمال ابي فلا تؤمنوا بي ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي فامنوا بالاعمال التي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب في وانا فيه لخبطه الاب والابن ازاي الكلمه هو الله وفيه اللاهوت والناسوت وازاي انا بيتكلم مع الانسان ويقول ابي فيا. بص بقى هو هنا بيقول زي ما احنا عرفنا ان هو انسان حقيقي من خلال اعماله الجسديه مم. يعني لما لقينا نايم في جوف السفينه يبقى ده انسان. لما لقيه جاع زي ما قال في التجربه على الجبل يبقى ده انسان. لما يتالم يبقى انسان. كما انه بواسطه هذه الامور عرف حضوره جسديا أوه. في نفس الوقت الاعمال بتدين ان هو الله الله أوه. فيبقى إلهوته واضح ونسوته واضح هنا بيقول المسيح نفسه قال اليهود اللي ما امنوش بيه بيقول لهم انتوا ليه مش مؤمنين بيا ان كنت لست اعمل اعمال ابي الاب هو الله فاذا كنت انا مش بعمل اعمال الالوهه فمن حقكم ما تامنوش بيا أوه. من حقكم لو انتم شايفيني مش بعمل اعمال الألوحة يبقى لا تؤمنوا بي لكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا بي على الاقل امنوا من اجل الاعمال لكي تعرفوا تؤمنوا اني في الاب والاب في يعني انا في الاب والاب في دي معناها الاتحاد الدائم بين الاب والابن والروح القدس منذ الازل والابد م. ليه لان الاب يملا الوجود عنده ابن يملأ نفس الوجود والروح القدس يملأ نفس الوجود فانا في الاب والاب فيا والروح القدس في الاتنين عشان كده هما كيان واحد لاهوتيا وثلاثه اقانيم متميزه فبس هنا بيركز على ايه انت مش مصدق ان انا ابن الله طب ما تشوفني انا بعمل اعمال الاب زي بالظبط فلو مش مصدق من الكلام صدق من الاعمال, الأعمال. بالزبط. وانا بشبهها زي ايه تخيلي ان في سلك ماشي كده في الارض فحد قال لي خلي بالك السلك ده فيه كهرباء فانا قلت له انا متهيالي ده مش سلك كهرباء ده حبل غسيل اللي هو بيبقى زي المطاط كده او الكاوتش يقول لي لا ده فيه كهرباء طب ايه اللي يفرق ما بين حبل غسيل وبين سلك كهرباء الاعمال مم. هات سلك الكهرباء لو لمسته الكهرباء يبقى فيه كهرباء بالظبط لكن لو لمسته ما كهربنيش، ما فيش كهربا. عمليا بقى. طب انا بدل ما المس جبت مفك تيست كده لمسته لقيته منور. يبقى في كهرباء. بالظبط. وصلته بالضبط. لميكروفون اتكلم، وصلته اللمبه نورت، وصلته المروحه اتحركت. يبقى الاعمال بتثبت ان ده في كهرباء. م. الكلام جايز ما يقنعش، لكن الاعمال برهان. صحيح. ده احنا عندنا امثله بلدي يقول لك ايه؟ الميه تكذب, تكذب الغطاس ايوه يعني واحد يقول لك انا مش عارف هاي الميه هي ورينا شطارتك فالاعمال بتبين بصدق اكتر من الكلمات فالمسيح قال لهم انا بعمل اعمال إيه؟ مش مؤمنين ليه طيب سيدنا عايزين نخرج لفاصل بس م. قبل ما نخرج ناس كتير هتسال طيب كل الكلام اللي قاله سيد المسيح وتعاليمه وهو قال اللي مش هيصدق بالكلام يشوف الاعمال ومع ذلك كان في غلاظه في القلب والفكر عند اليهود رغم كل اللي هم شافوه السر في الغلاظه دي ايه؟ كبرياء القلب والرفض، يعني في انسان تبقى الحقيقه واضحه قدامه زي نور الشمس لكن هو مش عايز، مش عايز يقتنع. خايف، خايف يقتنع لألا يؤمن. لأنه لو آمن هيغير كل مسار حياته. يقول لك أنا اتولدت كده وعايش كده ومستريح كده. ما تغيرليش دماغي. طب ما أنت في حقيقة قدامك لازم تاخد بالك أنا مش عايز أعرفها. أنا كده مستريح. في انسان بقى مش عايز يعرف الحق ده مش بس في الايمان حتى في الحياه الروحيه يعني فاكر في مره شاب عايش في ادمان مخدرات حاول الخادم يقنعه ان هو يروح يتعالج ويبقى كويس قال له انا كده كويس <applause> طب انت بتدمر نفسك انا مش بدمر نفسي زملائي كلهم بيشربوا كده واحنا كويسين زي الفل مش عايز يقتنع ان في حاجه غلط هو مبسوط ايوه <applause> ففي نفس الايمان برضه في واحد يقول لك طب انا امن بالمسيح ليه ما انا مبسوط انا كويس مش محتاج فاليهود نفسهم كانوا وعدوهم كبرياء القلب أبزار. تمام هستاذن يفتك سيدنا ومع كل الساده المشاهدين نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم اهلا بحضراتكم مره تانية معانا في بستان العقيده بنكمل معاكم الفصل ال18 تجسد الكلمه للبابا أثناسيوس الرسولي برحب بنيفتك مره تانية سيدنا وخلونا ندخل معاكم في الفقره الثالثه بتقول وكما انه بينما هو غير منظور يمكن ان يعرف من اعماله في الخليقه هكذا ايضا عندما تانس فبينما هو غير منظور بلاهوتي الا انه يمكن ان يعرف من اعماله التي عملها في الجسد ان من يستطيع ان يعمل هذه الاعمال لا يمكن ان يكون إنسانا بل قوة الله وكلمته الجزء ده من الفصل بيكمل الفقرة اللي قبلها أيوة. الأعمال باللاهوت والنسوة آه. هو بيقول حتى قبل التجسد مم. أعمال الله في الخليقة بتظهره زي ما بنقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه أو زي ما قال معلمنا بولس في أول رسالة روميا إن أموره غير المنظورة اللي هي قدرته السرمديه ولهوته ترى منذ خلق العالم مدركه بالمصنوعات. يعني لما اشوف الكون المنظم ادرك ان في خالق يحب النظام. لما اشوف الكون جميل الالوان الموجوده في الطبيعه والتناسق والورده ازاي ريحتها حلوه وطلعة من الطين وازاي في الفراشه جناحها مليان بال فنان في الدنيا ما عرفش يعمل زيها. م. اقول ايه الاله ده فاعمال الله بتظهره بالرغم ان هو غير مرئي فبيقول بينما هو كان غير منظور قبل التجسد يمكن ان يعرف من اعماله في خلال الخليقة, الخليق. خد بالك هكذا ايضا عندما تانس صحيح بقى منظور جسديا لكن لاهوته غير منظور ايش عرفني ان الراجل اللي ماشي ده في وسط الناس هو الله المتجسد اعماله بقى هي كمان بتظهره زي ما كان أعماله هو غير متجسد بتظهره أعماله هو متجسد بتظهره يعرف من أعماله التي عملها في الجسد لأن من يستطيع أن يعمل هذه الأعمال لا يمكن أن يكون إنسانا عاديا بل هو قوة الله وكلمة الله وحكمة الله من الأعمال بتاعتك يعمل كمان له سلطان آه. ويعني ده الكتاب بيذكره بنشوف مش مجرد نبي بيشتغل أو بيعمل المعجزات بقوة بالزاف. الله لكن سلطان الله بالزاف. تمام طيب نروح للفقره الرابعه بتقول فامره للارواح الشريره بالخروج وخروجها في الحال لا يمكن ان يكون عمل انسان بل عمل الله، ومن ذا الذي يراه وهو يشفي الامراض التي يخضع لها الجنس البشري ويستمر في ظنه عنه انه انسان وليس الها، فقد طهر البرص وجعل العرج يمشون والصم يسمعون والعمي يبصرون وبالاجمال طرد من البشر كل مرض وكل ضعف. من هذه الأعمال كلها كان ممكنا لأي إنسان بسيط أن يعرف ألوهيته وأيضا من ذا الذي يراه يرد للإنسان ما كان ينقصه منذ ولادته مثلما فتح عيني الأعمى منذ ولادته ولا يدرك أن طبيعة البشر خاضعة له وأنه هو خالقها وصانعها لأنه من يرد للإنسان ما كان ينقصه منذ ولادته لابد أن يكون هو رب وسيد تكوين البشر شرح وتفصيل الأعمال هنا أوه. يعني هو هنا مسك المعجزات بتاعه المسيح مم. كبرهان على قدرته الالهيه تمام. طبعا برضو على طول هيقولوا طب ما الانبياء بيعملوا كده والرسل ما هو برضو بولس الرسول انتهر الروح النجس اللي كان على الست اللي عليها روح عرافه و اقام طبيثه وهي ميته وايليا اقام موته وايليشا اقام موته نقول لا في فرق بين واحد بيعمل المعجزة بقوة خارجة من برا جياله من عند الله واحد بيؤمر بسلطان لعازر هم خارجة فخرج الميت أيها الشاب لك أقول قم فقام لك بطرس يقول له باسم يسوع المسيح النصير قوم وامشي فرق كبير آه مم. أنا بقول باسم المسيح طمع. لكن المسيح باسم ذاته فهنا بيقول لما يؤمر الأرواح الشرية فتخرج ده احنا في انجيل الغروب يقول لك وكان كل من عليه روح نجس تخرج الشياطين وهي تصرخ وتقول انت هو المسيح ابن فكان ينتهرهم ويدعهم ينطقون صحيح إيه السلطان ده؟ مين له سلطان ان يؤمر الارواح النجسه فتخرج في الحال؟ طبعا لما يكون اب كاهن او انسان عنده موهبه اخراج شياطين بيصلي يتوسل الى الله ويامر الروح النجس باسم المسيح لكن المسيح كان بيؤمر بقدرته الإلهية فبيقول مين يكون يقدر يعمل كده إلا الله وبعدين بيشفي الأمراض إيه، طهر البرس جعل العرج يمشون الصم يسمعون العم يبصرون علما بأن الحاجات دي مذكورة في نبوة في أشعياء النبي عن أن المسيح لما يجي هيعمل المعجزات دي علشان كده لما يوحنا المعمدان كان في السجن جم تلاميذ يوحنا يظروف السجن وقالوا له هو يسوع الناصر اللي انت شهدت له ده هو ده الاتي ام ننتظر اخر؟ فقال لهم له روحوا اسألوه مش عشان يوحنا شك فيه لكن هو كان عايزهم يتلامسوا عن قرب مع المسيح. روحوا اسألوه فلما جم للمسيح سالوه يوحنا بعتنا ليك نقول لك انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ فقال لهم له طب اقفوا جنبي. ما جاوبش اجابه على وعمل معجزة قال لهم روحوا قولوا بقى ليوحنا إن العم يبصرون والعرج يمشون والشل يصحون وطوبى لمن لا يشك فيه بنفس الكلام اللي قالوا أشعية كعلامة أن المسيا لما هيجي هيعمل المعجزات دي وما كانش شك يعني يوحنا مش شاكك لهم روحوا اسألوه عشان يسمع يوحنا ده أعظم موريد النساء يعني عشان تفسير بس الآية صح هو, آه هو في الحقيقة طريقة جميلة جدا أنا لما يجي لي مثلا شاب بيسألني في حاجة أو طفل أقول له طب أنت تعرف إيه م. يقول لي لا أنا مش عارف طب ممكن تعمل لي بحث وتجيني فلما هو يبحث بنفسه بيوصل لمعلومة اقدر اظبطها له له بس هو طالما بيوصل لها بنفسه تبقى ثابته جواه لما جاوبه بسرعه ينسى صحيح فدي مهمه يوحنا المعمدان علمنا طريقه في التربيه انك تقو... ت... ت... تبحث بنفسك م. والمسيح علمنا طريقه عمليه ان بدل ما يقول لهم ايوه انا الاتي ما تستنوش حد تاني قال لهم شوفوا المنظر اهو وطبقوه على النبوه اللي قالها اشعياء طبعا هنا تطهير البرس والعرج يمشون والصم يسمعون وعم يبصرون والموتى يقومون كل دي حقيقة تعبير عن ما عمله السيد المسيح في الطبيعة البشرية أكثر ما عمله من بعض المرضى ليه بقى؟ مم. دلوقتي احنا عايشين في, في 2020 مش في مرضى كثيرين؟ كثير طب إذا بهم بالنسبة للناس اللي كان المسيح عايش في وسطهم كان كل ما يمشي يشفي الناس. طب اشمعنى في الجيل ده؟ اخذوا النعمه دي ان المسيح يدخل يشفي واحد بقى ثمانية 38 سنه عيان يقوم يمشي يشيل سريره ويمشي. طب بقيه الاجيال ما استفادتش ليه؟ نقول لا. اللي عمله المسيح كان عينه حسيه ظاهريه يعني بانت في بحقيقه واضحه ان واحد اعمى فتح، واحد مشلول بقى ده يمشي علشان يعبر بيها عن اللي بيعمله بطريقة غير محسوسة في الطبيعة البشرية <applause> البرس يرمز لفساد الطبيعة فالمسيح لما شاف الناس اللي عندهم برس بيقول شفيكوا كلكم من فساد الطبيعة العمى يرمز للإنسان عنده ظلام فكري والمسيح ادانا استنارة بالمعمودية العرج يرمز للناس اللي بيعرجوا بين الفرقتين مره مع ربنا ومره مع الشيطان. والمسيح جه عشان يمشينا في طريق مستقيم معاه. <applause> الموت يرمز لموت الخطيه. لما اقام الموتى معناها هيقومنا احنا من موت الخطيه. دي قدره الهيه لا يستطيع نبي ان يتممها. الأنبياء والانبياء حتى لما عملوا معجزات على مستوى الجسد دي تمشي، لكن على مستوى الكيان الانساني حدش يقدر يعملها غير الله الخالق والخلق يا سيدنا هنا برضه برضو ذكر معجزة المولود أعمى أنه يرد له حاجة محروم منها من آه في الحقيقة هنا قال التعبير الجميل ده الإنسان ده كان ينقصه شيء منذ ولادته ينقصه إيه؟ العينين يعني في واحد بيبقى اتولد مفتح وصابه مرض وبقى ضرير آه. في واحد تاني بيتولد عينيه موجودة لكنه مش بيشوف القدرة على الرؤية مش موجودة وفي واحد يتولد أساسا عينيه مش موجودة لغاية دلوقتي بيحصل أوه. فهنا كون واحد يتولد بحاجة ناقصة في خلقته محدش يقدر يصلحها غير الخالق لأن بيخلق الوعي آه. أوه. أنا اشتريت جهاز وهو لسه في العلبة بتاعته فتحته لقيته في حاجة ناقصة على طول جاري على الشركة قال لهم يا جماعة الجهاز اللي انتوا ناقص في حاجة ناقص فيه حاجة م. فهم ملزمين لي يودوني حاجة جديدة صح فدلوقتي الراجل ده اتولد أعمى ما عندوش عينين فمين بقى الخالق؟ هو الوحيد اللي يقدر يصلحه عشان كده يقول من يرد للإنسان ما كان ينقصه منذ ولادته لابد أن يكون هو رب وسيد تكوين البشر شوف هنا تعبير ايه؟ ده اللي كون الانسان في بطن امه م. وهو بيكونه ساب حته كده قال عشان تظهر اعمال الله فيه. لما سالوه هذا اخطا ام ابواه حتى تولد اعمى؟ قال لهم لهذا لكن لتظهر اعمال الله فيه. م. انا هكملها لك بقى وانت كبير. اكيد. نعمة كبيرة جدا واثبات الله بيديهولنا يعني بنفسه لينا عشان نقدر نشوف الوهيته اللي كانت كمان في الجسد. بالظبط. طيب معانا استاذ كامل من سوهاج اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. بعدين ناخد سيدنا وقبل الايات في سؤال عن عدد القربان اللي موجود في طبق الحمل كل الكتب بتاعت الاباء مفسره الثلاثه والخمسه والسبعه. في حد قد لنا تفسير بيفسر بيه ال 11 وال 13 بيقول ان ال 11 ده يرجع الى من التسعة الاول سيدنا بيقول الخمسه ده بقى القديم واربعه ده بقى الجديد. ال 11 الخمسه والاربعه اللي انا قلتهم زائد عصفورية تطهير القبر. وال 13 يرمز الى عدد تلاميذ سيدنا اللي بس في اللي احنا بنقول. لاي مدى اقدر اعتنق التفسير اللي زي كده؟ وهل انا اقدر افتح الباب لاي عدد واي حد يقول اي حاجه ويجيب لي سنه طقس جديد؟ هو آه الثلاث قربانات اقدر اقول أنهم دول رمز الصليب لان دي فيها حاجه ان انا ما ينفعش افصل حد من الثلاثه عن ثانيه القربات الحمل اللي بتدخل هيك شكرا لك شكرا ليك يا استاذ كامل اشكرك انا نفسي الناس تعرف التفسير اللي هقوله دوت وينشروه اولا ما ينفعش نقول هو طبيعي احنا بناخد عدد الأربانات في طبق الحمل لازم يكون فردي أوه. 3 5 7 9 11 13 15 17 حسب عدد الناس في كيسة لان احنا بناخد قربانه واحده على المذبح والباقي بيتوزع على بركة فانا عارف القداس بتاعنا كاتدرائية وهتبقى مليانه الاف البشر بنجيب قربان كتير نزود شوي اه لازم لازم يكون عدد فردي فيبتدي بقى الناس تفسر الثلاثه ترمز للثالوث الخمسه ترمز لذبائح العهد القديم السبعة ترمز للخمس ذبايح زائد مش عارف ذبيحتين ايه والتسعة ويبتدي يألف ايه تفاسير بصراحة كل التفاسير دي غلط ليه ما ينفعش اقول التلاتة يرمزوا للثالوث لان الاب ما عندوش جسد والروح القدس ما عندوش جسد م. وهل لو التلاتة يرمزوا للثالوث هيبقى جسد الابن احسن من جسد الاب والروح القدس ان وجد م. احنا ابونا بيناقي احسن قربانة طب يبقى الاب والروح القدس وحشين لا طبعا حاشا طيب إذا تفسير إن الثلاثة يرمزوا للثالوث دي حاجة غلط خالص وبعدين ل... دول تلات أربانات جنب بعض، هل الثالوث كل واحد قاعد لوحده؟ ده كان بيقوله أستاذ كامل وهل يصح إن أنا آخذ قربانه دخلها الهيكل وبقية الثالوث بره؟ آه طيب لو قلنا الخمسة يرمزوا لذبايح العهد القديم يبقى واحدة منهم ترمز مسيح والباقي لأ ده الخمس ذبايح بتوع العهد القديم كلهم يرمزوا للمسيح بالظبط وبعدين هندخل بقى في المتاهة بتاعت بقية الأعداد هيبتدي الواحد يخترع تفسير ويزود اثنين اي كلام في اي حاجة وما ايه التفسير السليم التفسير السليم ان العدد الفردي بيرمز الى تلاميذ المسيح ومعهم المسيح في وسطهم ليه لان المسيح ارسلهم اثنين اثنين فهم تلاميذ المسيح او رسله عدد دايما زوجي اثنين اثنين وفي وسطهم المسيح اللي انا لقيته احسن من كله فاخدته جوه في الهيكل والباقيين هيتوزعوا بركة يكرزوا للناس لو أنا عندي شعب كتير يبقى دول معناها رسل كتير خدموا ناس كتير م. خد بالك؟ فعشان كده الأربانة الوحيدة اللي تدخل الهيكل هي قربانة المسيح والباقي يرمز للقديسين اللي خدموا المسيح وكانوا معاه في المجد بس لسه ما دخلوش الأقدس العليا موجودين بره في الفردوس عشان كده لازم نفهمها أن دي الأربانة دي ترمز للمسيح والباقي للبشر اللي هو إحنا بيجمعنا الحب ان احنا اتنينات <applause> عشان كده كمان معلومة اخرى ما يصحش اي قربانة تدخل الهيكل في اي وقت الى قربانة المسيح كل الحمل يبقى بره انا نفسي ما باجي اوزع لقمة البركة بره الهيكل ما ينفعش اوزع لقمة البركة جوه الهيكل ما ينفعش أخذ قربانة احطها على المسبح لغاية ما اقلع تونيا واخدها وامشي ما ينفعش ما فيش قربانة تتحط على المسبح الا بتاعت المسيح رمز الى دوام بتوليه العذراء ان هي اخذنا منها جسد المسيح وما جسد تاني دخل جسدها ولا ولدت حد تاني فازاي أخذ قربان احطها على المذبح غير المسيح وما يصحش احط رفات القديسين على المسبح المسبح ده بتاع جسد المسيح بس فهي قربانه واحده تدخل الهيكل قربانه واحده تحط على المذبح اثناء القداس والباقي بره وما فيش رموز لاي ارقام فرديه بنحطها كل بقى البقى اللي باقي اللي بره يرمز للبشر اللي هم فه... اتنينات بيحبوا بعض كان 7 9 13 ما نجتهدش في نزود بقى لغايه 23 25 27 حسب ما نقدر نعمل اي عدد اي عدد فرد <applause> اكيد طيب هستاذن ان يفتك معانا مداخله انسه مسك من مدينه نصر اهلا بيكي اهلا وسهلا مساء النور قبل العيد يا سيدنا اهلا بيكي اتفضلي يا سامعين حضرتك اتفضلي كان عندي سؤال ما هي الفائده من خلق الانسان اصلا على صوره الله وهل كانت هناك ضروره مطلقه ان يعطي الانسان فكره عن الله في بدايه الامر <applause> تمام شكرا ليكي خلق الانسان على صوره الله بتدينا فرصه ان احنا نحيا للابد <applause> لان لو احنا مش على صوره الله هنبقى زي الحيوانات اللي هتقعد حياتها على الارض وتنتهي وتن... ملهاش بعد أخراوي يعني الحصان والحمار والأسد والأرنب دول بيموتوا ملهمش بعد تاني انتهوا الإنسان بالذات هو اللي هيبقى ليه أبدية ليه لأن صورة الله وصورة الله دي هي العقل والحكمة والكرياتيفيتي إن احنا مبدعين والحرية والقداسة كل دي صورة الله الجزء الثاني من السؤال بتقول هل كان في ضروره؟ ان يكون في فكره مسبقه، الانسان ياخد فكره مسبقه عن الله. اه ان الانسان يعرف ربنا طبعا آه. هو ادانا العقل عشان نعرفه. يعني ازاي بالظبط لما يكون في راجل ومراته خلفوا طفل يحبوا ان هم يعلموه يعرفهم. مم. ده مين ده بابا ده مين؟ يبقى سعداء جدا ان هو يعرفهم لو لا سمح الله الطفل طلع منتل مش فاهم. وبيبص حواليه مش فاهم حد، بيبقوا زعلانين جدا ازاي ابنهم مش عارفهم. فعشان كده الله يحب ان احنا نكون عاقلين علامه العقل ان احنا نعرفه. وعشان هو الله غير محدود واحنا محدودين مش هنعرفه، فابتدى يدينا معرفته. نقول يعني في القداس اعطيتني علم معرفتك، يظهر ذاته في اعماله في الخليقه في التجسد في الانبياء في الكتاب المقدس. عشان احنا ندركه ونعرفه فنتعامل معاه اكيد ربنا بيتعامل معانا ببساطه شديده جدا وكان بمهد لنا لكل حاجه عشان نقدر عشان نشوفه نعرفه. ونعرفه تمام انا بعتذر يا سيدنا طبعا الوقت مع نفتك جري بسرعه ما كملناش اه فممكن نخلي الجزء المتبقي ده نبقى واقفين عند الفقره الخامسه بالظبط نكملها ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نيافه الحبل الجليل انبا رفائيل اسقف عام كنائس وسط القاهره بشكر نيافتك جدا وان شاء الله نتقابل مع نيافتك على خير الاسبوع اللي جاي بشكرك شكرا ليك بشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم في انتظار قرايتكم وتساؤلاتكم لو في اي حاجه سيدنا يجاوب عليها ان شاء الله الاسبوع الجاي بالمناسبه يعني. تجسد الكلمه موجود على النت ممكن يعملوا له داونلود بدل ما اللي مش ورد. قادر يلاقي الكتاب آه آه. خلاص يعني اللي يقدر يشتري الكتاب الورقي ويحتفظ بيه ويلاقيه آه يبقى كويس اللي مش لاقيه يقدر عن على الانترنت يعمل داونلود للكتاب وموجود برده في انتظار تواصلكم وتليفوناتكم وتساؤلاتكم لو في اي استفسار نتقابل معاكم على خير الثلاثة الجاي والى اللقاء